مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى التاسعة معي ليال الاختيار، أستهلها بأبرز العناوين. يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلد. في زيارته الأولى إلى السعودية، وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده للعمل مع المملكة لحل القضايا العالقة في المنطقة. ادعاء ولاية جورجيا يطلب محاكمة ترامب عشية اختيار الجمهوريين لمرشحيهم لمنافسة بايدن على الرئاسة. That if everything else fails, the valiant forces of West. دول غرب إفريقيا تعود للتهديد مجددا بالعمل العسكري ضد النيجر، وعسكريو نيامي يلعب على وتر الحوار. خوفا من تحولها إلى هاواي ثانية، السلطات الكندية تخلي أكبر مدينة شمالي البلاد بعد اقتراب الحرائق منها. نبدأ التاسعة من الرياض، والزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى المملكة منذ استئناف العلاقات بين البلدين، حيث قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران، مؤكدا خلال استقباله لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات السابقة مع إيران. كما ثمن الأمير فيصل بن فرحان دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030. كما أبدت إيران استعدادها للعمل مع السعودية على حل القضايا العالقة في المنطقة فورا وتشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة. استمرارا للخطوات المتخذة تجاه وأكدت لمعاليه تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وفي هذا الإطار أود أن أعبر عن تثمين المملكة لقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعم ترشيح المملكة لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030. إن فخامة الرئيس الإيراني قبل دعوة وزير الخارجية السعودي وسيقوم بزيارة السعودية في الزمن المناسب، وبالتأكيد فإن مباحثاتنا ومحادثاتنا في هذا اليوم وأيضا المباحثات القادمة وتبادل الوفود بين البلدين خلال الفترة المقبلة سيشكل أرضية من أجل توصل لاتفاقيات خلال لقاء قائدي البلدين. ينضم إلي مشاهدينا في الاستوديو حسن المصطفى الباحث والكاتب السعودي. سيد حسن، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد على أن اتفاق استئناف العلاقات مع إيران محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن في المنطقة، دعنا نستمع إليه وأعود. يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي، وتأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي. أستاذ حسن، بعد ما سمعناه اليوم، يعني تخفيف حدة التوترات في منطقة الخليج الكبرى والمنطقة بالعموم، كيف يمكن يعني لهذه الزيارة ولهذه العلاقات أن تمأسسها للمرحلة المقبلة؟ المرحلة المقبلة أنا في رأيي سوف تشهد خطوات ربما عملانية أكثر، بحيث أن تكون هنالك نتائج ملموسة للعلاقات السعودية الإيرانية المتنامية. البعض ينظر لهذه العلاقة على أنها تسير ببطء، لكنها في الحقيقة لا تسير ببطء أبدا، لأنه خلال فترة 6 أشهر كانت هنالك زيارة من وزير الخارجية السعودي لإيران، وزيارة من الوزير الإيراني الآن إلى السعودية، وقبلها تم افتتاح القنصليات والسفارات سواء في الرياض وجدة أم في طهران وكذلك مدينة مشهد، إضافة إلى أن هنالك اتفاقا تم برعاية صينية. هذه الخطوات جزء منها غير مرئي، لأن هذا الجزء غير المرئي يتعلق بالجانب الأمني والجانب المتعلق بالقضايا والملفات الأكثر سخونة، وهذا النوع من الجوانب المتعلقة فرضا بالخلايا أو المتعلقة بالميليشيات أو المتعلقة بالجوانب الأمنية لا ترى لعامة الجمهور، وإنما يتم بحثها خلف الأبواب الموصدة وتكون نتائجها كذلك غير مرئية بشكل مباشر لكنها محسوسة. أنا في رأيي هنالك عمل جاد سعودي إيراني، وهذا العمل الجاد سوف ينعكس إيجابا خلال المرحلة القادمة. الأهم الآن أن الخط الدبلوماسي هو الذي يحدد هذا المستقبل، الحوار السياسي هو الذي يحدد هذا المستقبل، وهنالك حوار واضح مبني على شيئين: الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى البناء على المشتركات. نعم.
وبالتالي يعني احترام أسس التعاطي السياسي بين الدول خصوصا دول الجوار. بهذه النقطة أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية انعكاس العلاقات مع السعودية إجابا على الأمن في المنطقة، كما أيضا أكد على الاستعداد إيران للعمل على حل جميع القضايا العالقة بين البلدين. سنستمع لما قاله. نؤكد على أهمية الأمن الداخلي للمنطقة والأمن ذاتي المنشأ في هذه المنطقة. نعتقد أن فكرة تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة هي فكرة لا يمكن تجزئتها، وجميع الفاعلين يجب أن يلعبوا دورا في هذا الاتجاه. حل جميع القضايا العالقة بين البلدين، نتحدث عن الملفات الأساسية، هي الاختبار الحقيقي لنجاح هذه العلاقات. ما المطلوب من إيران اليوم؟ المطلوب أن يكون هنالك حوار جاد شفاف، أن يكون هنالك بناء على العمل الدبلوماسي وليس على مجرد الوعود والأماني. إيران تعلم أن السعودية هي مفتاحها الرئيس لعلاقات حسنة سواء مع دول الخليج العربية أو حتى مع الدول العربية الأخرى مثل مصر والأردن وبقية الدول العربية. وبالتالي أنا شخصيا أعتقد أن الإيرانيين في هذه المرحلة جادون في بناء علاقات حسنة ولو مرحليا مع المملكة العربية السعودية، لأن هنالك قرار أعلى من المرشد علي خامنئي، ووجود المرشد خلف هذا القرار يعطيه مزيدا من القوة ومزيدا من الصدقية، لأن المرشد يمتلك سلطة تجعل الحرس الثوري أو الجهات الأخرى في وزارة الخارجية أو في المكاتب الأخرى المهمة تستمع لما يقول. نعم. ويمتلك من القوة ما يفرض رأيه. لذلك أنا شخصيا أعتقد أن هذا التحرك الذي أتى مدفوعا من المرشد سوف يستمر، خصوصا أن القضايا العالقة هي بيد الحرس الثوري. صحيح. وليس أي أحد آخر. أستاذ، اليوم هناك أيضا إعلان عن زيارة للرئيس الإيراني إلى المملكة العربية السعودية، كيف يمكن لهذه الزيارة أيضا أن تغير بالمشهد الدبلوماسي والسياسي على مستوى المنطقة؟ أعتقد أن هذه الزيارة لن تأتي إلا تتويجا إلى العلاقات التكاملية، وسوف يتبعها تعيين السفراء بشكل مباشر رغم أنه تم الإعلان عنهم. وهنا أحب أن أشير إلى مقابلة مهمة أجراها السفير الإيراني الذي اقترح اسمه في السعودية عنايتي، تحدث فيها عن أهمية التعاون ما بين السعودية وإيران والبناء على الاقتصاد. الاقتصاد والنفط بالنسبة لإيران مفتاح أساسي في علاقتها مع المملكة، وهي من خلال تجربة سابقة استطاعت أن تتجاوز الكثير من العقبات إبان حتى الفترة التي كان فيها الخلاف قائما ما بين الرياض وطهران. لذلك يجب أن يبنى على المشتركات ونقاط الخلاف. أعتقد أن السعودية وإيران سوف يتناقشانها بمزيد من الشفافية والوضوح دون خجل أو ارتباك حتى من الرياض، لأنها تريد علاقات مستدامة وليست علاقات آنية. شكرا لك أستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث السعودي على وجودك معنا بالسعودية. شكرا لك. شكرا. وفي اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد سوناك التزام بلاده بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات طويلة الأمد عبر مناقشة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في الصناعات المتطورة الجديدة وتعزيز الدفاع والأمن. رئاسة الوزراء البريطانية أضافت أيضا بأن سوناك وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة. اتهم الرئيس الأمريكي السابق ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وفريقه بتلفيق جميع لوائح الاتهام الفيدرالية والمحلية الموجهة إليه. ووصف ترامب في منشور على منصته وصف بايدن وموظفيه بالراديكاليين اليساريين. هذا ودعا الرئيس السابق إلى عدم السماح بالبدء في أي محاكمة قبل انتخابات 2024. كما وحث ترامب الجمهوريين على أن يكونوا أكثر صرامة وذكاء على حد تعبيره. يلجأ ترامب إلى استراتيجية ضبابية للإبقاء على اهتمام الإعلام بكل تحركاته، فقد أعلن بأنه لن يشارك في أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين الأربعاء المقبل، لأنه يرفض التعهد بتأييد أي مرشح إن لم يكن هو للرئاسة الأمريكية. هذا قد يتغير لاحقاً، وقد يعدل الرئيس عن قراره في اللحظات الأخيرة. يسعى ترامب أيضاً إلى نقل محاكمته في ولاية جورجيا من محكمة في مقاطعة فولتون إلى محكمة فيدرالية ليتسنى له العفو عن نفسه حال إدانته إذا تمكن من الوصول إلى البيت الأبيض. يلجأ ترامب أيضاً إلى عنصر الإثارة، فقد وعد بعقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل
يثبت فيه تزوير الانتخابات في جورجيا ويقدم أدلة تثبت براءته وبراءة المتهمين 18 في نفس القضية. طبعاً المحكمة العليا لم ترى أي دليل يثبت هذا رغم كل طعون الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية عام 2020. ما يتقنه الرئيس السابق هو أن يبقى عنوان الخبر الأول طوال الحملة الانتخابية على حساب خصومه من الحزبين. جدول أعمال الرئيس الأمريكي السابق ترامب حافل بالجلسات القضائية خلال الشهور القليلة المقبلة، وموعد بدء محاكمته سيكون في 4 مارس وفق ما طلبت المدعية العامة. ومن المرجح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنيا، إذ يواجه ترامب 4 محاكمات جنائية في خضم حملاته الرئاسية لانتخابات العام 2024. وفي حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي تصوت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشح الحزب للاستحقاق لعام 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا. ينضم إلى المشاهدين من واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في السياسة الأمريكية. دكتور وليد، محامية ترامب قالت بأن ترامب سيسلم نفسه في جورجيا معتبرة بأن هدف القضية كسر كرامة ترامب، فلنستمع لها. So we understand he's got to surrender by the 25th. The debate's on the 23rd. What's the plan? To surrender, he will surrender. Obviously, you see that there's a bit of an ego trip happening in Georgia, where they're saying that they're going to force him to have a mugshot. The purpose of a mugshot is when you don't recognize someone, you think there's a flight risk. This right. man is the most famous person in the world, the leading candidate right now. دكتور وليد، هذا اليوم هل كان فعلا مقصود، وكيف ستؤثر يعني صورة الرئيس الذي يحاكم من ولاية إلى أخرى بالتهم نفسها على مسار الانتخابات؟ يعني كنا، لا أدري إذا نذكر جميعنا، كنا في بعض الانتخابات الكونغرس في نوفمبر الماضي قد حذرنا، ليس حذرنا ولكن رأينا أن ستكون هنالك راجمة من الدعاوى ضده. راجمة من الدعاوى يعني بالطبع تحرك في نيويورك، في جورجيا، في واشنطن، في أماكن أخرى. إذن المعركة هي عمليا قانونية، ولكنها بنظر ترامب وبنظر من يؤيده سياسية. وبالتالي عندما قالت المحامي أنه سوف يذهب ويسلم نفسه، وعمليا تقنيا ماذا يعني؟ أن يذهب وأن تؤخذ يعني كلماته وتسجل، وأن يقال له ما هي شروط هذه المحاكمة، يرفض أو لا يرفض. هذا قد حدث 3 مرات. إذن أنا باعتقادي أنه معسكره يظن الآن أنه إذا ذهب ورأى الرأي العام هذه الصور سوف يؤيده أكثر مما سوف ينبذه، وهذا برأيه. دكتور وليد، اختيار الادعاء العام لموعد محاكمة ترامب بقضية جورجيا عشية ما ذكرناه بأنه الثلاثاء الكبير، دعنا هنا نذكر بما قاله ترامب حول هذه المحاكمات والتي هدفها إعاقة وتهديد حملاته الانتخابية. هنا هل ستعيق يعني ما يحصل اليوم من كل هذه الادعاءات حملة ترامب، وأم أنها ستعزز ما أصبح يعرف بحظوظ تافلندون؟ ما يجري الآن هو إلهاء كبير جدا ويعني تدمية من بليدينج للحملة بحد ذاتها لأسباب الاشتباك القانوني، وهو يجب أن تكون هنالك ميزانيات كبيرة. إذن ترامب يجهد لجمع هذه الميزانيات من ناحية، ولكن كما قال شخص غير حزبي وهو إيلون ماسك الذي يراقب الديبيت الذي يحصل داخل تويتر والتغريدات إلى ما هنالك، هو يقول بتقديره أنه إذا لم تكن لدى الادعاءات، مختلف الادعاءات، يعني ثوابت واضحة جدا كالذي حصل مع نيكسون مثلا منذ عقود، فأن هذا قد ينقلب أدفانتج، قد ينقلب يعني ربما موقف أفضل للرئيس ترامب. ولكن لا أحد يعرف يوم الثلاثاء الكبير العام المقبل كيف ستكون الأجواء بين الآن وهذا الشهر وتلك وهذا التاريخ، سوف تكون أمور كثيرة. بهذا الإطار، إذا استمر الانقسام الحالي حول التراكم الذي أصبح داخل الولايات المتحدة، البعض يسميه بغير المنصف لقضايا ترامب، هل يمكن أن تزيد المحاكمة العلنية الانقسام في البلاد؟ هي الآن قد قسمت البلاد، بات الأمر واضحا. السؤال الحقيقي سياسيا، هل هذا سوف يأخذ مستقلين أو معتدلين كانوا قد يصوتوا له ويخافوا من هذا الموضوع؟ كثير من الناس تخاف بالطبع من هذا الموضوع، أم سوف يعزز
أنصاره بدعم آخر انتخابي. هذا أمر جديد كما تفضلتم في التقرير، هذا لم يحدث إطلاقا في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، شكرا لك دكتور وليد فارس الخبير في السياسة الأمريكية، حدثتنا من الولايات المتحدة. الرابع من مارس العام المقبل تاريخ حاسم في مسيرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. The indictment brings felony charges again. يوم يدفع الادعاء العام لتحديده موعدا لمحاكمة ترامب بتهمة التلاعب بنتائج جورجيا. تاريخ يسبقه يوم الثلاثاء الكبير. الثلاثاء الكبير يحل تحديدا في 3 مارس عام 2024. تكمن أهميته أنه اليوم الذي تصوت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزبين لاستحقاق 2024، ويأتي قبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا، الولاية ذاتها التي يقاضى فيها ترامب بتهمة التلاعب بنتائجها عام 2020. تقليد الثلاثاء الكبير يوصف بأنه أحد الجولات الحاسمة في حملة المرشحين لكسب ترشيح حزبهم للانتخابات الرئاسية، وهو موعد يترقبه مرشحو الحزب الديمقراطي المحتملون للرئاسة بشغف كبير، نظراً لدوره الكبير في تعزيز فرص وصولهم للبيت الأبيض. في ظل الزخم الذي سيتخلل العام القادم بالنسبة لترامب الذي يقود حملته الرئاسية، يدفع محاموه للتشديد على أن مثول موكلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. روان حمزة، العربية. إذن رغم المشاكل القانونية المتفاقمة التي واجهها ترامب باعتباره طبعاً المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، كشفت هنا استطلاعات للرأي بأن شعبية ترامب ترتفع، حيث حصل على 53%، بينما حصل حاكم فلوريدا رون دي سانتس على 16% فقط. وبذلك يتقدم ترامب على أقرب منافسيه، وهنا أتحدث عن دي سانتس، ب37 نقطة. هذا ودعا العضو في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا كولتن مور في بيان إلى عزل المدعية العامة عن ولاية جورجيا، والتي بحسبه مسؤولة عن قضية التلاعب بانتخابات الرئاسية عام 2020 والمتهم بها الرئيس السابق ترامب. وشدد النائب عن ولاية جورجيا على أهمية عقد جلسة طارئة لمراجعة تصرفات المدعية العامة. في شكوى جنائية أمريكية وجهت اتهامات لامرأة من تكساس لتهديدها بقتل القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان، والتي تشرف على محاكمة الرئيس السابق ترامب. وتضمنت الشكوى تهديدات باستهداف عائلة القاضية شخصيا وعلنيا في حال عدم تمكن ترامب من دخول الانتخابات الأمريكية العام المقبل. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. الرئيس البيلاروسي يهدد باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت بلاده لأي اعتداء. ولدينا أيضا تحذيرات تل أبيب من تدني مستوى وكفاءة الجيش الإسرائيلي. أهلا بكم من جديد. نستكمل التاسعة من النيجر، إذ أكد مفوض الأمن في مجموعة إكواس عبد الفتاح موسى بأن المجموعة ستعمل على استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل السبل المتاحة. وقال خلال اجتماع لقادة جيوش دول غرب إفريقيا بأن المجلس العسكري في النيجر يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات بينما يسعى لتبرير الانقلاب وتثبيته، وشدد على أن قوة إكواس جاهزة للرد إذا فشلت جميع الحلول الأخرى. ما ينسونه هو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي منظمة قائمة على القواعد، لدينا بروتوكولاتنا وقواعدنا ومستعدون لحمايتها. لهذا السبب يقول رؤساء الدول إنه إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن الحل العسكري جاهز. من جانبه أكد وزير دفاع غانا بأنه لن يكون أحد في غرب أفريقيا بمأمن إذا أخذ القادة العسكريون رئيس النيجر رهينة. سوف تضعون خطة لضمان تفعيل القوات الاحتياطية واستعادة الديمقراطية في النيجر. لن يكون أحد في غرب أفريقيا بمأمن إذا أخذ القادة العسكريون رئيس النيجر رهينة.
واجهت القارة الإفريقية على مدى عقدين كاملين 22 انقلابا على الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، آخرها كان بالنيجر. والاتحاد الإفريقي لم يصدر إلا قرارات لمعالجة التغييرات غير الدستورية من دون أي تدخل عسكري. الاتحاد الإفريقي كان تبنى عام 1999 عدة آليات للتعامل والاستجابة لمنع الانقلاب على السلطات المنتخبة، مثل الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة. ومجلس السلم والأمن الإفريقي وغيرها للعب دور الرقيب منعا لحصول انقلابات وتتدخل إذا اقتضى الأمر. وفي هذا الإطار، ما هي أبرز التغييرات غير الدستورية ويقال عليها انقلابا؟ الانقلاب العسكري على حكومة منتخبة ديمقراطيا، إسقاط أي حكومة إفريقية منتخبة ديمقراطيا من قبل مجموعات مسلحة أو من قبل حركات متمردة، أو رفض حكومة قائمة التخلي عن السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة وقانونية. أما مشاهدين، إجراءات تعامل الاتحاد الإفريقي في حال حدوث تغيير دستوري فهي تتم إدانة التغيير غير الدستوري أو محاولة الانقلاب كأول إجراء فوري يتخذه الاتحاد، وثانيا يتم تعليق العضوية وفرض عقوبات على قادة التغيير غير الدستوري، وإذا فشلت الإجراءات السلمية بتحقيق المطلوب فيمكن للاتحاد الإفريقي أن يمارس حقه في التدخل في الدول المعنية عسكريا. لنقل الصورة من يامي الخليل والجدود موفد العربية. خليل، يعني الحلول التي تتحدث عنها إكواس اليوم، كيف يعني ما الحلول المقبولة لدى المجلس العسكري هناك، وكيف هي الصورة الأمنية على الأرض؟ المجلس العسكري يريد من الإكواس تراجع عن الخيار العسكري والتلويح به ورفع العقوبات، وهو يقترح في المقابل عبر المحاور عن رئيس الوزراء لمين زين أن تذهب نيجر إلى مرحلة انتقالية توافقية، التخلي عن الرئيس المعزول محمد بازوم والاعتراف بسلطة الأمر الواقع، والتفاهم على مرحلة انتقالية قصيرة تسلم بعدها السلطة لحكومة منتخبة. في حين المجلس العسكري يتعاطى مع هذه الاجتماعات التحضيرية لعمل عسكري محتمل في النيجر بحراك لمجموعات ومنظمات موالية له وتدعم الانقلاب، وقد دعت إلى مهرجان شعبي كبير يوم السبت المقبل للبدء في تجنيد آلاف المتطوعين للقتال إلى جانب قوات جيش النيجر. في غضون ذلك ليال، حسب مصادر العربية في غانا، هذا الاجتماع يهدف إلى وضع الخطة الأخيرة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، وضع الترتيبات النهائية من غرف عمليات وغرفة عمليات مركزية، الوسائل والتمويل، القادة الميدانيون والقائد العسكري الذي سيتولى قيادة كل العملية، ومناقشة كل هذه الأمور والاتفاق عليها في انتظار القرار التوقيت الذي سيكون قرارا سياسيا. القادة الأفارقة، قادة مجموعة أكواس، هم من سيتخذوا القرار بشأن توقيت هذه العملية. مصير الرئيس المعزول، هل هناك أي معطيات عنها باختصار لو سمحت؟ إلى الآن أقرب المستشارين إليه يقول إنه فقد الاتصال به منذ عدة أيام، سلفه في السلطة محمد يوسف خرج عن صمته وقال إنه يطالب بالإفراج عنه، وأنه يتبادل معه الرسائل، وأن وساطته بين العسكريين وبازوم لم تؤدي إلى نتيجة. الآن من بين الأهداف التدخل العسكري المرتقب هو تحرير بازوم وإعادته إلى السلطة، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى. لكن كل المحللين والخبراء والمراقبين هنا يتوقعون عملا ما، لا نعرف شيئا عن تفاصيله، لإنقاذ بازوم قبل أي توغل لقوات عسكرية إفريقية في عمق النيجر. شكرا لك الخليل والدجود موفد العربية، حدثنا من نيامي. قالت رئاسة تركيا أنها وجهت تحذيرا لروسيا بعدما تعرضت سفينة شحن مملوكة لتركيا لاستهداف بطلقات تحذيرية من قبل البحرية الروسية في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضحت أنقرة بأنها حذرت موسكو لتفادي مزيد من التصعيد في البحر الأسود.
مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول زيدان زينكلو مراسل العربية. زيدان، هل من معلومات إضافية حول هذا التحذير وحول الخطوة التركية؟ زيدان هل تسمعني؟ على ما يبدو نعم، تفضل زيدان. ألو زيدان، كنت أسأل ما المعلومات لديك حول الخطوة التركية؟ نعم، الآن أسمع الصوت، قبل قليل لم أسمع السؤال. نعم، البيان التركي الذي صدر قبل قليل يأتي ردا على تصريحات زعيم المعارضة التركية الذي اتهم فيه الحكومة التركية بأنها لم ترد على الخطوة الروسية التي قامت ب أو ما فعلته القوات الروسية بسفينة شحن تركية داهمتها القوات أو البحرية الروسية، وقامت بتفتيش السفينة وبثت الصور وزارة الدفاع الروسية في خطوة اعتبرها زعيم المعارضة التركية بأنها إهانة لتركيا. لكن بيان أو ما صرحت به رئاسة الجمهورية أو تحديدا مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية قالت بأن هذه الادعاءات التي صدرت من البعض غير صحيحة، وأن الحكومة التركية حذرت بالفعل الحكومة الروسية من مغبة تكرار مثل هذا الفعل. وقالت أيضا أن زيدان أمام هذه الواقعة هل اتخذت السلطات التركية أي إجراءات إضافية حمائية يعني بالبحر الأسود؟ نعم، لا يوجد أي إجراءات استثنائية، هي إجراءات عادية، لكن على ما يبدو أن الأوساط التركية تعتبر أن هذا الموضوع هو حادث طردي وليس تصعيد من قبل موسكو حيال أنقرة، إذ لا يوجد أي سبب يستدعي موسكو أن تتخذ خطوات تصعيدية تجاه الملاحة التركية المتوجهة إلى أوكرانيا أو حتى في المياه الإقليمية. بالتالي لم يكن هناك أي أو خشية من التصعيد، لا سيما أن بعض الأنباء كانت تتحدث عن أن السفينة لم تكن ترفع العلم التركي أصلا، وبالتالي تم اعتراض السفينة. لكن ومع ذلك الحكومة التركية أرسلت اعتراض للحكومة الروسية عن هذا الموضوع، وتعتبر أن هذا الموضوع أو حذرت من مغبة تكرار هذا الموضوع في المستقبل. شكرا لك زيدان زينكلو مراسل عربية، حدثنا من اسطنبول. هدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية إذا تعرضت بلاده لأي اعتداء، وأكد لوكاشينكو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يدفع بيلاروسيا نحو الحرب في أوكرانيا، رغم قوله بأن وحدات من الجيش الروسي عبرت إلى أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا. وأضاف رئيس بيلاروسيا بأن روسيا لن تتنازل عن شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى اعتقاده بأن موسكو حققت أهداف العملية العسكرية في روسيا في أوكرانيا عفوا. وخلال لقائه بوزير الدفاع الصيني لي تشانغ فو، وجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الشكر للصين على دعمها في المجال العسكري، مؤكدا بأن العلاقات بين بكين وموسكو هي الأساس بالنسبة لمنسك. القوة تحترم دائما، هكذا تسير الأمور. سياستنا قائمة على اقتصاد قوي ودبلوماسية قوية. أنا ممتن جدا لك ولدعم الصين في المجال العسكري. في هذا الصدد نعتمد في المقام الأول على أصدقائنا، في مقدمتهم الاتحاد الروسي والصين. أطلقت سفن أسطول البلطيق الروسي نيران مدفعياتها على زوارق مسيرة وأهداف جوية وسفن معادية أثناء تدريبات أجرتها. كما أعلن الأسطول الروسي عن إجراء تدريبات فردية وجماعية لمنظومات إسكندر الصاروخية بالقرب من كالينغراد. هذا وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يان ستولتنبرغ بأن أوكرانيا وحدها ستقرر التوقيت المناسب لإجراء أي محادثات سلام وتحديد الحلول المقبولة على طاولة المفاوضات، حيث أشار أمين عام الناتو أيضا إلى أن موقف الحلف لم يتغير تجاه الملف الأوكراني، وبأن النقاشات جاري تنفيذها بشأن إنهاء الحرب وإيجاد مسار للسلام.
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن يشن أي عمليات أو يخوض مواجهات عسكرية مع أي من القوات المسلحة أو فصائل مسلحة أخرى في سوريا سوى تنظيم داعش. تأكيد جاء على لسان القيادي في التحالف الجنرال ماثيو ماكلرين الذي أجاب على سؤال صحفي حول احتمال شن عمليات عسكرية ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، قائلا هنا بأن التحالف لا يعد لأي عمليات عسكرية سوى ضد تنظيم داعش. ينضم إلينا مشاهدينا من واشنطن السفير روبرت فورد الدبلوماسي السابق. أستاذ، يعني التحالف يستعد بهذا التصريح أيضا، يستبعد أي مواجهة محتملة ضد القوات الروسية في سوريا مع التشديد على أن الهجوم، أي هجوم القوات الأمريكية طبعا، شمال شرقي سوريا سيكون وسيقوم برد قاس في وقت سعت طبعا موسكو كما نعلم لتغيير ما يعرف بخط عدم المواجهة بين الجيشين في سوريا لتجنب حدوث أي خطأ ممكن أن يؤدي طبعا لمواجهة. كيف سيتعاطى سيد فورد التحالف مع هذا الواقع الذي خلقته روسيا هناك؟ إن خط تجنب الاشتباك هو بالأساس نهر الفرات في سوريا، والقوات الأمريكية ترغب في أن تعمل شرقي نهر الفرات ضد تنظيم داعش. ولكن من الواضح أيضا أن سيكون هناك أيضا عمل لحماية القوات نفسها ضد أي هجمات أخرى. أيضا التحذيرات الروسية كانت كثيرة، وآخر هذه التحذيرات كانت أمس عندما أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية انتهك قواعد أمن الطيران في سوريا 13 مرة في منطقة التنف حيث تمر خطوط جوية دولية، طبعا هنا محذرا من عواقب هذا الاحتكاك ومحملا واشنطن ذات المسؤولية، محملة طبعا المسؤولية على ذلك. كيف يمكن سيد فورد أن تكون العواقب الروسية التي تتحدث عنها والتحذير الروسي، كيف سيكون الرد بهذا الإطار؟ أعتقد أنه من الأهمية بما كان لمشاهديكم أن يتذكروا أن مجموعة فاغنر وكذلك مقاتلين سوريين هاجموا موقع أمريكي في شرق سوريا قرب حقل النفط في عام 2018، والقوات الأمريكية ردت على ذلك بإطلاق النيران الحية وكذلك تنفيذ هجمات جوية قتلت ما يقرب من 100 عنصر من مجموعة فاغنر. في واشنطن إن هذا الرد حظي بالترحيب من قبل الحزب الديمقراطي وكذلك الحزب الجمهوري، وأعتقد أنه في عام 2023 إدارة بايدن سوف تحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين إذا ما استخدمت القوة لحماية الجنود الأمريكيين الذين تعرضوا للهجوم في سوريا. وبالتالي هي يمكن القول هنا بأن مستوى المواجهة بين الأطراف في سوريا سيبقى عند مستوى الصراع المنخفض، خصوصا وأن هناك تحالف أو هناك يعني تفاهمات جديدة مع الجانب الإيراني. The Biden administration. إن إدارة الرئيس بايدن لا ترغب بوضوح دخول في حرب مع إيران، الإدارة ترغب في ردع إيران من القيام بسلوك عدواني، وأعتقد أنه إذا ما أقدم الإيرانيون أو إذا ما قامت الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا على تجنب مهاجمة القوات الأمريكية فإن الإدارة بايدن لن تتصدى لهم. الجانب الروسي كلما اشتد الصراع طبعا في أوكرانيا وفي المنطقة سيحاول تغيير موازين الصراع هناك وتغيير موازين يعني القوى بينه وبين الجانب الأمريكي، كيف ستتعاطى واشنطن مع هذا الموضوع؟
the Americans and the Biden administration. إن الأمريكيين وإدارة الرئيس بايدن يظلون مصممين على محاربة عناصر تنظيم داعش وفلول التنظيم المتبقية في شرق سوريا. هذا الموقف لم يتغير طيلة السنوات الثلاث الماضية، وأعتقد أنه طالما لا يتدخل الروس في العمليات التي يقوم بها الأمريكيون فإن أمريكا لن تصرف ضد روسيا في سوريا، وسيواصل الأمريكيون العمل مع شركائهم في شرق سوريا. شكرا لك السفير روبرت فورد الدبلوماسي السابق، حدثنا من واشنطن. في الأثناء مشاهدين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قادة جماعتين مسلحتين في منطقة عفرين شمالي سوريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت الوزارة بأن العقوبات تستهدف ثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية في الجماعتين. هذا وأضافت الوزارة بأن هذه الجماعات المسلحة زادت من المعاناة شمالي سوريا وانخرطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إيقاف ضابط احتياط، وذلك بعد رفضه لطلب الاستدعاء احتجاجا على التعديلات القضائية، فيما ينتظر ضابط احتياط آخر إجراء مماثلا. وذكر هنا الجيش الإسرائيلي بأن ضابطي احتياط برتبة مقدم يعملان في القوات البحرية رفضا الاستجابة للاستدعاء وتلبية الأوامر العسكرية، ما نتج عنه إيقاف أحدهما ومحاولة النقاش مع الآخر لثنيه عن قراره. قبل ذلك حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من أن جاهزية الجيش الإسرائيلي تنخفض وأن كفاءة ومؤهلات الجيش تدهورت، وذلك بعد انضمام ضباط الاحتياط إلى الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل واستمرار رفضهم للاستدعاء العسكري طالما الحكومة مستمرة في خطة التعديلات. تتابعنا ولكن بعد الفاصل. ارتفاع درجات الحرارة القياسية ترهق العمال في العراق وسوريا وتونس. وفي التاسعة أيضا، سلطات نيويورك تبدأ رسميا بحظر تيك توك على هواتف الموظفين الحكوميين. أهلا بكم من جديد. رحبت وزارة الخارجية السودانية بما جاء في بيان أممي عن استخدام وحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من قبل قوات الدعم السريع. ودعت الخارجية السودانية في بيان المجتمع الدولي إلى إدانة الدعم السريع بأشد العبارات واعتباره منظمة إرهابية وتحميله المسؤولية القانونية والأخلاقية. هذا وعبر خبراء أمميين عن قلقهم إزاء تقارير تكشف عن انتهاكات جسيمة لقوات الدعم السريع أثناء الحرب الدائرة في السودان. وقال بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن التقارير تفيد بأن النساء والفتيات قد تعرضن للاختفاء القسري وأعمال ترقى إلى الحد الذي أجبروا فيه على السخرة والاستغلال الجنسي. ونقل البيان عن الخبراء الأمميين القول بأنه يجب أن يثبت الدعم السريع التزامه بالتمسك بالمبادئ الإنسانية ومحاسبة الجنات. توالت المصائب على كندا حيث اجتاحتها الفيضانات قبل أسابيع، واليوم تأمر السلطات سكان أكبر المدن في أقصى شمالها بإخلائها سريعا قبل أن تلتهم النيران المنازل. قبل أيام فاضت الشوارع كالأنهار، واليوم تشتعل وتعج بالدخان والنار كندا في أسوأ أعوامها. المناخ قلب موازينها، والآلاف من سكانها يعانون أزمة النزوح، لا سيما في مناطقها الشمالية حيث داهمت النار مدينة يلونايف. للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفاً آخر نحو الأسوأ، حيث اندلاع حريق غرب يلو نايف يمثل الآن تهديداً حقيقياً للمدينة. تقدر السلطات المحلية بأن كندا تواجه حالياً 1000 حريق ربعها في المناطق الشمالية، وأن 20,000 عليهم مغادرة مساكنهم، بعضهم أجبروا على النزوح للمرة الثانية في غضون أشهر. هناك احتمال بأن يصل الحريق إلى ضواحي يلونايف في عطلة نهاية الأسبوع بلا هطول أمطار. حان وقت إكمال الإخلاء وإتاحة الفرصة للقيادة أثناء فتح الطريق السريع.
وبانتظار رحمة المطر كحل وحيد لإخماد الحرائق المستعرة، على أمل أن يكون معتدلاً دون فيضانات. حيث ذاقت كندا مرارة التغير المناخي والتقلبات الحادة في الطقس. من كندا ينضم إلي عبر الزوم الصحافي فريد زمكحل. أستاذ فريد، أمام يعني ما تابعناه في هذا التقرير، ما هي الخطوات والإجراءات التي تتخذها السلطات الكندية هناك؟ بتحاول السلطات الكندية منذ أمس الأربعاء جاهدة العمل على إخلاء مدينة يلو نايف من السكان اللي بيقدر عددهم بحوالي 20,000 نسمة بعد بداية حرائق الغابات، وإن هناك احتمالية وصول النيران بالفعل إلى المدينة اللي أصبحت على بعد 13 كيلومتر النيران من مدينة يلو وايت. وهناك وكما ذكرت إن هناك أكثر من 1,000 حريق غابات في عموم كندا هذا العام للأسف، منهم نحو الربع تقريبا أو 230 حريق طال المناطق الشمالية الغربية الكندية بشكل يعني قوي هذا العام، وأدى إلى تهجير يعني أكثر من 168,000 شخص على مدار الأشهر السابقة. الآن عملية إخلاء هذه المنطقة ونقل السكان، إلى أين يتم نقلهم؟ ويعني كيف تتعاطى السلطات مع هذا الموضوع، خصوصا بأنهم يحتاجون يعني لمنازل، لتجهيزات ولكل شيء؟ والله بالنسبة للتحركات اللي بتقوم فيها الحكومة الكندية وفقا لما وصلنا بأن الجيش بالفعل يقوم بإجراء إخلاء جوي لبعض المدن الصغيرة، ولكن بالنسبة لبعض القرى في المنطقة اللي هي يعني متباعدة إلى حد ما، اللي بيحاولوا من خلال الطريق البري إنهم يعني يقوموا بعمليات الإخلاء، لكن بيواجهوا صعوبات كبيرة جدا نظرا لكثافة الدخان الصادر من هذه الحرائق، واللي بيؤدي إلى حجب البصيرة على الرجال يعني إدارة الحرائق المسؤولة عن التعامل مع هذه الحرائق. نعم، شكرا لك فريد زمكحل، حدثتنا من كندا. في ملف الحرائق في الولايات المتحدة، دافع رئيس إدارة الطوارئ في جزيرة ماوي عن قرار وكالته عدم إطلاق صفارات الإنذار أثناء حريق غابات دموية الأسبوع الماضي، حيث قال بأن صفارات الإنذار تستخدم لتنبيه الناس إلى موجات المد العاتية، مضيفا بأن استخدامها كان من شأنه أن يدفع السكان لإخلاء منازلهم والتوجه إلى مكمن الخطر. وأوضح بأن ماوي اعتمدت بدلا من ذلك على نظامين مختلفين للتنبيه، أحدهما يعتمد على إرسال رسائل نصية للهواتف، والآخر هو بث رسائل الطوارئ على التلفزيون وفي الإذاعة. صافرات الإنذار كما ذكرت سابقا تستخدم في المقام الأول لأمواج تسونامي، وهذا هو السبب وراء العثور على العديد منها في الساحل. بخصوص الحرائق الأخيرة، فاستخدام صافرات الإنذار كان من شأنه أن يدفع السكان لإخلاء منازلهم والتوجه إلى مكان الخطر. يتم تدريب الجمهور على البحث عن أرض أعلى في حال سماع صافرات الإنذار. في الواقع على موقع وكالة إدارة الطوارئ في هاواي يتم توفير التوجيهات التالية: إذا كنت في منطقة منخفضة بالقرب من الشاطئ فقم بالإخلاء إلى أرض مرتفعة. عواقب التغير المناخي لم تكن ظاهرة سابقا كما هي عليه اليوم، حيث شهد مطلع يوليو أكثر الأيام سخونة على مستوى العالم، ومع ذلك الكثير من السكان لا يملكون ترف الاحتماء من الحر، إذ يتعين عليهم العمل تحت درجات حرارة حارقة.
تحت أشعة الشمس الحارقة تبدأ رحلة البحث عن القوت اليومي لأثير جاسم المواطن العراقي الذي يواجه ظروفا قاسية أثناء عملية توصيل اسطوانات الغاز إلى منازل زبائنه. البحث عن الرزق أصبح مكلفا لدى البعض بين ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية وشح المياه، عوامل خلفت مأساة لا توصف. أعرق هواي يعني، بحيث أنا أقول لك ماكو، كل دقيقتين ثلاثة أطلب ماء، كل دقيقتين ثلاثة أطلب ماء. العمل رغم قساوة الحر ليس خيارا لبعض أصحاب المهن الحرة، فكثير منهم لا يملك طرف الاحتماء من الحر، بل يتعين عليهم العمل تحت درجات حرارة حارقة لساعات طويلة. وإذا كانت الظروف صعبة على الرجال فإنها بالتأكيد لن تكون أقل وطأة على النسوة اللواتي يمتهن الفلاحة في الريف. سخانة برشا معتها قوية علينا صحيح، واحد يوصل حتى باش يدوخ، نجيبوا الماء البرد يسخننا، أما يلزم واحد يخدم، ما نجموش نسأل مزم يخدم واحد. وفي بلد تغيب فيه أبسط شروط الحياة الكريمة، يواجه السوري مراد الحرارة وألسنة النيران التي يوقدها داخل ورشته المتواضعة. شوب عبيد بحنا دابا عم نجي بكير عشان نشتغل نترزق الله، برقبتنا ست أولاد، ست أولاد دوبنا عم نحسن نعيشون وعايشين، والعرق عبيد بحنا دابا. إذن درجات الحرارة القياسية حتى وإن أرهقت كاهل البعض ممن يبحثون عن رزقهم اليومي، غير أن العزيمة والإصرار وحب العمل لدى الكثيرين منهم حول الانكسار لانتصار. إلى أرمينيا، حيث طلب وزير الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل السريع والمستعجل في منطقة ناغورنو كاراباخ قبل أن تؤدي العواقب السلبية إلى التطهير العرقي لشعب المنطقة. من الواضح أن هذه القضايا الإنسانية بحاجة إلى حل بالتدخل القوي من المجتمع الدولي قبل أن تؤدي العواقب السلبية إلى التطهير العرقي لشعب ناغورنو كاراباخ. يعكس تقرير المدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية أن إبادة جماعية تحدث بالفعل في ناغورنو كاراباخ. الرد الأذربيجاني جاء على لسان ممثل باكو لدى الأمم المتحدة الذي قال بأن منطقة ناغورنو كاراباخ هي جزء لا يتجزأ من بلاده وهو أمر معترف به دوليا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأرمن الذين يعيشون في المنطقة يطبق عليهم القانون الأذربيجاني. منطقة كاراباخ في أذربيجان هي إقليم معترف به دوليا كجزء من بلدنا، ويعتبر الأرمن الذين يعيشون هناك من جمهورية أذربيجان، وتلتزم حكومتنا التزاما قويا بضمان وتأمين حصول هؤلاء السكان على السلع الضرورية وتهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم. في خبر سيء لمستخدمي تويتر، كشفت صحف غربية بأن خدمة تويت داك لم تعد مجانية على منصة اكس تويتر سابقا طبعا، وعلى من يستخدمها الآن أن يدفع مقابل استخدام هذه الميزة، ويتم توجيه المستخدمين إلى صفحة تسجيل الاشتراك المدفوع عندما يحاولون الوصول إلى تويت داك التي تحظى بشعبية خاصة بين مديري وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين طبعا، فيما أثار هذا التغيير انتقادات واسعة من المستخدمين، حيث قال أحدهم على إكس بأن قرار آخر من إيلون ماسك لم يطلبه أحد حرفيا. في أخبار تكنولوجيا أيضا، حظر عمدة ولاية نيويورك تطبيق تيك توك من على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الحكومية، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني من تطبيق الفيديو المملوك للصين. فبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، قررت القيادة السيبرانية بمدينة نيويورك أن تطبيق تيك توك يشكل تهديدا أمنيا للشبكات التقنية في المدينة، وبالتالي تم التوجيه بإزالة التطبيق من الأجهزة المملوكة حكوميا للدولة. أعلن مسؤولون أمريكيون بأن مدينة صغيرة في ولاية أمريكية ستصبح قريبا خالية من الشرطة بعد استقالة رئيس الشرطة وجميع مأموريه. مجلس مدينة جوهو وافق على استقالات رئيس الشرطة والمسؤول المتفرغ وخمسة ضباط بدوام جزئي خلال اجتماع كان مخصصا لمعالجة موضوع الزيادات في الأجور التي تبدأ من $30 في الساعة بأقسام الشرطة الصغيرة. احتفل
احتشد عدد من المحتجين الصينيين خارج مبنى شركة استثمارية بعد فشلها في دفع عوائد المستثمرين الصينيين وفقا لرويترز. كما تعالت أصوات هتافات المحتجين الصينيين بمطالبات أعيدوا أموالنا وسط مخاوف بتوسع الأزمة إلى مستوى أكبر. نبقى في آسيا، حيث قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص إثر اصطدام طائرة خفيفة كانت تقل حوالي 8 أشخاص بدراجة نارية وسيارة أثناء هبوطها في مطار بضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور. ختام التاسعة مع العناوين. اليوم استمرارا للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلدين. في زيارته الأولى إلى السعودية، وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده للعمل مع المملكة لحل القضايا العالقة في المنطقة. ادعاء ولاية جورجيا يطلب محاكمة ترامب عشية اختيار الجمهوريين مرشحهم لمنافسة بايدن على الرئاسة. That if everything else fails, the valiant forces of West Africa. دول غرب إفريقيا تعود للتهديد مجددا بالعمل العسكري ضد النيجر، وعسكريون يامي يلعب على وتر الحوار. خوفا من تحولها إلى هاواي ثانية، السلطات الكندية تخلي أكبر مدينة شمالي البلاد بعد اقتراب الحرائق منها. المزيد مشاهدين عبر منصات العربية على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لحسن المتابعة. ختام التاسعة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.